فيديو النهاردة هو الفيديو الأول في سلسلة فيديوهات الاندوكراين برانش جديد إن شاء الله هنشرحه في سلسلة فيديوهات في القناة. هنبتدي أول فيديو انترودكشن، مقدمة الاندوكراين. الاندوكراين أو الغدد ليها نقاط كثيرة جدا، يعني احنا هنتكلم في الانترودكشن عن 13 نقطة. هنشرح في فيديو النهاردة النص، هنقسم الانترودكشن إلى جزئين لأن في تفاصيل كتيرة جدا، لازم كل فيديو يبقى مجموعة متصلة ببعض في المعلومات علشان يحصل ترابط إن شاء الله فيديو النهاردة والفيديو الآخر introduction part 2. في البداية عايزك تعرف معايا ايه هو الفرق بين endocrine واكسوكراين. يعني دايما نسمع الكلمتين دول، كلمة endo دي معناها جوه. هتقول لي طيب يعني ايه معناها جوه واكسو معناها بره؟ عشان نعرف الفرق لازم نرسم رسمتين. دي السل بتاعتي بالمنظر ده، والسل دي طبعا بتكون متبططة، يعني الجزء ده هنا بيبقى فيه لايننج زي ما احنا عارفين في هذا المكان، وبعد كده بيخرج منه الدكت القناة. اول ما نلاقي المنظر ده على طول نلاقي في دكت خارجة من الجزء ده، طبعا دي الأسيناي بالنسبة لنا ودي الدكت، يبقى نعرف ان احنا بنتكلم عن افراز بيحصل للخارج، في سكريشن هيتحرك من خلال الدكت ده، يبقى انت بتتكلم عن اكسوكراين. كلمة اكسو معناها خارجي باللغة اللاتيني زي ما احنا عارفين قبل كده اكسوسايتوزيس، طب ده افراز خارجي. طيب الاكسوكراين احنا شرحناه قبل كده في الجي اي تي جاسترو انستاينال تراكت، سلسلة الفيديوهات في القناة، وقلنا دايما ان السكريشن بيتفرز من خلال الضغط. يعني ادي لك مثال البنكرياس. البنكرياس قلنا ان ليه جزء منه اكسوكراين، افراز بيخرج من خلال الضغط علشان يبقى له اكسترا سيلولار افكت، تأثير خارج الخلايا. ده مهم قوي لما اتكلمنا عن الباي كاربونيت سكريش. وفي نفس الوقت قلنا ان البنكرياس ليها افراز داخلي، البنكرياس بتشتغل كأنها غدة. كلمة اندوكراين احنا بنتكلم عن الغدد. طب هتقولي ازاي بقى شكل الاندوكراين؟ وده مهم قوي انك تكون عارف الفرق بين الشكلين، الاندو الداخلي، عشان نبقى عارفين. الاندو الداخلي بيبقى بالمنظر ده، تيشو اهو، ده التيشو الداخلي اللي انا حاطط صباعي عليه. طب التيشو الداخلي ده بيطلع هرمون، يعني الهرمون هيكون خارج من جوه، يبقى ده الهرمون هيخرج من هذا المكان. طبعا النهاردة هنتكلم في المقدمة ايه هو الهرمون وستركتشر تركيبته بتبقى عاملة ازاي بتفاصيل مهمة قوي. طيب هنا ده الجزء الداخلي، يبقى ده الجزء الاندو اللي بيطلع الهرمون. ملاحظ ايه الفرق؟ الفرق ان السكريشن هنا خرج من خلال الضغط. طب والاندو هل في قناة داخلية جوه التيشو؟ لا، الاندو ما عندوش قناة، عشان كده نقول الكلمة دي مهمة قوي، ضغط لس. دايما لما احط كلمة لس دي في الاخر معناها مفيش، ما عندوش قناة. طيب الاندوكراين انت اتفقت قلت لي بنكرياس، تمام، البنكرياس ده بيطلع هرمون الانسولين، هرمون الانسولين ده يروح للبلد اهو، وخلي بالك ان الانسولين ده بيشتغل انترا سيلولر،
يعني الاندوكراين بيشتغل كهرمون جوه السل، بيشتغل في الداخل. عشان كده هنقول الفرق هنا ايه؟ انترا سيلولار افكت. خلي بالك من الفروقات دي لانها فروقات في المقدمة بتفرق معايا كتير. طبعا احنا كلامنا كله عن الاندوكراين في سلسلة الفيديوهات الجديدة النهاردة. طيب يبقى ده الاساس بالنسبة لي. ده يجرنا للعنوان التاني. اتفقنا النهاردة 6 عناوين مهمة قوي. حضرتك بتتكلم عن غدد، عايزين نعرف ايه هم اهم الغدد دي، يبقى ده العنوان التاني. هنتكلم عن الجلانز. خلي بالك بقى قبل ما اقولك الغدد لازم تعرف معايا ان في اماكن رئيسية ميجور غدد هامة، وفي اورجنز او تيشو انسجة تشتغل كأنها غدة. هتقول لي يعني ايه معنى الكلام ده؟ هنفهمه دلوقتي مع بعض. نبتدي باول حاجة، انت بتتكلم عن الميجور الرئيسي. دايما لما نتكلم عن الميجور ابتدي بالغدة النخامية. اللي خد عربي زمان عارف الكلام ده. الغدة النخامية هي الغدة اللي بتتحكم في معظم الغدد اللي تحتها. اقول لك المايسترو، الماستر جلاند. طالما بتتكلم عن الماستر يبقى لازم اتكلم عن بيتيوتري جلاند. طبعا دي هنشرحها بالتفاصيل في تالت فيديو في القناة. البيتيوتري الغدة النخامية. البيتيوتري جلاند فكرة غدة حجمها صغير جدا، والغدة دي بتنقسم إلى anterior أمامية وعندنا posterior خلفية. هنشرح بقى إيه هم الست هرمونات اللي بيتفرزوا من الـ anterior pituitary gland. طبعا احنا لسه في المقدمة، والـ posterior يطلع 2 هرمونز. خلي بالك الأرقام هنا مهمة، 6 و2. طيب هتقول لي احنا النهارده مفيش مجال ان احنا نسمي الهرمونز، لان لما اجي اسميهم لازم تعرف كل هرمون تم تسميته مشتق من ايه، دي هنقولها بالتفصيل. طيب الفكره اللي حضرتك عايز تقولها ايه؟ ان البيتيوتري جلاند بيطلع هرمون. الهرمون اللي بيطلعه يا اما يشغل، خلي بالك، يا اما يوقف. بمعنى لو جيت فرضت ان الدايره اللي انا برسمها دي هو ده البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند ده بيطلع هرمون. طيب الهرمون ده بيأثر على الغده اللي تحته. يعني مثلا اهو انا هطلع هرمون اهو اللي هو السهم الازرق. الهرمون ده يروح للغده دي بالاحمر. طب ندي مثال بقى، ندي مثال ممكن تبقى الغده بالاحمر ايه؟ سيرويد جلاند. السيرويد هي الغده الدرقيه، الغده اللي في الرقبه. الغده دي ممكن افرازها يزيد او افرازها يقل، ده في الامراض. ولكن الفكره انا عايز اعمل ستيميوليشن، علامه زائد، انا عايز اشغل الغده دي. السيرويد جلاند، السيرويد جلاند بتفرز 2 هرمونز مهمين، T3. طبعا هنعرف بقى ليه اتسمت كده. التي يقول لك تراي يعني ثلاثي، ايودو يود، سايرو نين. ما دام تراي يبقى 3 هنقول تي 3، وتي 4 تترا باللغه اللاتين. فانا بطلع تي 3 وتي 4 عشان اثر على الميتابوليك افكت. عايز اشتغل انا كثيرويد هرمون. الثيرويد هرمون عشان يشتغل محتاج امر من مين؟ من البيتيوتر. يعني حضرتك عايز تقول لي ان الميجور جلاند بيتيوتري والثيرويد رقم 2. ده احنا بندي امثله. وعلى فكره البيتيوتري ده بياخد امر من فوق. يعني هتقول لي الله، طب يا دكتور هو الماستر، هو اللي بيتحكم بس بياخد امر من فوق. الامر من فوق بيبقى من مكان
مهم اسمه هايبو سالاماس، ده نخلي بالنا منه. طبعا الطالب الشاطر يقول لي هايبو سالاماس سمعت عنها في الهاير برين فانكشن، حضرتك قلت فيديو كامل عن الفانكشنز بتاعتها. من اهم الفانكشن ان الهايبو سالاماس هيطلع هرمون. شوف دايما الاوامر بتيجي من فوق للي تحت للي تحت، كأن هي سلسلة من التفاعلات، مش تفاعلات كيميائية، لا انا هستجيب لامر اللي فوقي واللي تحتي يستجيب لامري، فالهايبوثالاموس هيطلع هرمون، والهرمون ده نحط علامة بلس يشغل البيتيوتري، فالبيتيوتري يشغل الثيرويد. فطالب يسأل في المقدمة، يعني اقدر اقول ان الهرمون اللي هيطلع من الهايبوثالاموس له علاقة بكلمة ثيرويد؟ اه طبعا، ما احنا لازم نطلع هرمون معين او بروتين معين، ولازم نقول اسمه على اسم الغدة اللي هنأثر عليها في النهاية. هتقولي الله يعني معنى الكلام ده زي ايه مثلا؟ هقولك، هايبوثالاموس بيطلع حاجة اسمها ريليزنج هرمون، ريليز عارف كأنه بيحرر هرمون من عنده بيفرزه. الله، طب انا بحرر هرمون يشغل بيتيوتري عشان يشغل ثيرويد. قالوا طب ما خلاص، طب ما تيجي نقول اسمها جميل قوي بقى، ثيرويد ريليزنج هرمون. شوف حتى التسمية ليها معنى. وطبعا دايما الساينس كله بالانجلش عشان انا افهمه بالعربي افهمه من الاخر للاول. انا ريليز بحرر هرمون من عندي يأثر على مين؟ على الثيرويد. ثيرويد ريليزنج، بص هرمون وهرمون اولها اتش اهي. هتقولي طب ليه؟ عشان نعمل اختصاراتنا بقى واقول لك كده، ثيرويد اول حرف فيها تقول لي تي، وريليزنج ار، وهرمون اتش، يبقى انا بطلع تي ار اتش. لان المصطلحات دي المختصرات هنستخدمها فيما بعد. طيب انا شغلت البيتيوتري، فالبيتيوتري قال لي بص وانا هطلع هرمون يشغل الثيرويد. قلنا له ماشي، قال بس انتوا عارفين بقى يبقى اسمه ايه؟ ثيرويد برضو ستيميوليتنج هرمون. اهو ادي الثيرويد، دايما اول كلمه ليها علاقه بالغده. طيب وهنا ستيميوليتنج، طبعا طالب ممكن يسال سؤال، طب ما هو كله بيبقى ستيميوليت، طب هو انت ليه قلت ريليزنج ما قلتش هنا ستيميوليتنج؟ هقول لك، لان الهايبوثالاموس ممكن يطلع هرمون يشغل البيتيوتري فيشغل الثيرويد، او اطلع هرمون يوقف البيتيوتري فيوقف الثيرويد. يعني كلمة ريليزنج انا ما حددتش، يا اما شغلك يا اما اوقفك. وهنا بقى نخلي بالنا من الكلام ده، فهنا اقول ثيرويد ستيميوليتنج، بص تقول بقى بعد كده هرمون. فيجي طالب يقول لي طب ما ليه اختصار؟ اقول له ايوه، يبقى تي اس اتش اول حرف من كل كلمه ثيرويد ستيميوليتنج هرمون. تمام، عشان نروح للثيرويد. شوف كده انت بتتكلم عن ميجور جلانز، طب في نقطه، الثيرويد ده هل في غده وراه ناثر عليها؟ قال لك في غده اسمها بارا ثيرويد. خلي بالك بقى دي رقم ثلاثة في الميجور جلانز، بارا ثيرويد. وكلمة بارا معناها بارالل أو موازي، أنا موازي لغدة الثيرويد. وعلى فكرة البيتيوتري جلاند، ودي نقطة مهمة جدا، لا يؤثر خلي بالك على البارا ثيرويد. فاكر لما قلت لك في البداية هناك استثناءات، يعني مش كل الغدد هيأثر عليها البيتيوتري، لا، بارا ثيرويد غدد صغيرة عاملة زي حمص الشام.
صغيرة جدا في حجمها، والباراثايرويد دي ليها علاقة بتنظيم الكالسيوم في الدم، ده هنتكلم عليها في فيديوهات مخصصة. طيب تمام، تعال في جلاندز تانية، نقول جلاند رقم 4 ودي مهمة جدا، أدرينال جلاند. الأدرينال بقى، تقولي الأدرينال جلاند خدناها في سنة أولى مع الأوتونوميك، أدرينال مضلة الجزء الداخلي. هتعرف معايا في الفيديوهات إن أنا عندي جزئين للأدرينال، جزء داخلي وجزء خارجي. الداخلي اسمه مضلة اللي بيطلع كاتيكولامينز أدرينالين ونور أدرينالين، والجزء الخارجي أدرينال كورتكس اللي هو القشرة. وهنتكلم بقى في الأدرينال كورتكس على 3 زونز، هقسم الأدرينال كورتكس ل3 مناطق، وكل منطقة في الهيستولوجي بتفرز مجموعة من الهرمونز، خلي بالك، ودول تحت سيطرة البيتيوتري. إذا كان الباراثايرويد مش تحت سيطرة البيتيوتري ولكن الأدرينال جلاند تحت سيطرة البيتيوتري. طالب يقول لي يعني معنى الكلام ده ممكن يكون إيه؟ أقول لك حاجة في منتهى البساطة، الأدرينال كورتكس أحد المناطق بتاعتها بتفرز كورتيزون، خلي بالك أحد المناطق بيفرز الكورتيزون. هتقول لي إيه ده؟ ده ما في حقن كورتيزون. لا، وكمان أنت عندك مادة شبيهة ليه جوه الجسم، مادة شبيهة طبعا بنسميها كورتيزول او ال، ده موضوع هنشرحه فيما بعد. طب يا دكتور عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان البيتيوتري بتطلع هرمون بيعمل استيميوليشن، خلي بالك، للادرينال كورتكس. ايه ده؟ معقوله؟ تعال نقول لك اسم الهرمون ايه. احنا اتفقنا ان اول كلمه ليه علاقه بمين؟ تقول لي بالغده. طب ما الغده اسمها ادرينال ايه؟ ادرينال كورتكس. يبقى اسم الهرمون، بص معايا تستنتجوه معايا، ادي ادرينال كورتيكو اهي، بدل ما نقول لك كورتكس نقول كورتيكو. طب انت عايز تنشط الادرينال كورتكس، فادرينال كورتيكو تروفيك هرمون. يعني ايه تروفيك؟ كلمة تروفيك يعني يقوي، حتى خدناها مع الجي اي تي لما قلت لك هرمون يتفرز عشان يقوي الميوكوزا، فادرينال كورتيكو تروفيك، وحط بقى في الاخر كلمة ايه؟ كلمة هرمون. فاول لما تقرأ العنوان الكبير ده تبقى فاهم ان الهرمون هينشط الادرينال كورتكس اللي طالع من البيتيوتري. احنا بندي امثلة سبيل أمثلة كثيرة وليس الحصر في أهمية الجلانز دي. طب ليه اختصار الكلام ده؟ طبعا ليه اختصار، أول حرف من كل كلمة أدرينال إيه، كورتيكو سي، تروفيك تي، هرمون اتش، يبقى إيه سي تي اتش. دايما الابريفيشن أو الاختصارات دي هنلجأ ليها إن شاء الله فيما بعد. طيب في ده كده قلنا كام ميجور، بيتيوتري واحدة، ثايرويد التانية اللي وراها باراثايرويد، الصغيرة التالتة، الرابعة أدرينال. طب ده عندنا 5، بانكرياس اللي لسه عمال تقول لي اندوكراين، ليها اندوكراين فانكشن وليها اكسوكراين فانكشن. طيب كده احنا بنتكلم عن البدايات، عن الغدد الرئيسية اللي بتطلع هرمون، احنا لسه ما اتكلمناش عن الهرمون نفسه ايه هو، الكلام ده مهم قوي. طب في سؤال، هل ممكن اعضاء او انسجة تشتغل كأنها غدد؟ حضرتك لسه بتقول ان في ميجور وفي اذر اورجانز بقى اكت از جلاند. طيب مين هم؟ هندي برضو امثلة، هقول لك واحد
الهارت، القلب. ايه ده يا دكتور؟ القلب يشتغل كأنه غدة ازاي؟ ما هو فكرة اشتغل كأني غدة يعني انا بطلع هرمون، طالما بتطلع هرمون تشتغل كأنك غدة. ودي نقطة خلي بالك مهم قوي. لو تفتكر معايا في الجي اي تي كنا بنقول ان الفيجاس بيطلع ايه؟ جاستريك ريليزنج بيبتايد. الله، وحتى جينا قلنا ايه؟ وبيشتغل الفيجاس وكأنه غدة. طب نرجع بقى لسنة تانية طب نظام جديد ونفتكر مع بعض. الهارت يشتغل كغدة ازاي؟ تقول لي ده بيطلع هرمون. الهرمون ده بيطلعه من الاتريوم، والهرمون ده بيرمي الصوديوم الزيادة في اليورين. ايه ده دكتور؟ انا افتكرت يعني بيطلع اتريال ناتريوريتك بيبتايد. فاكر الان ناتريوم، حتى قلنا صوديوم، يوريتك يعني ايه؟ انا برمي الصوديوم الزيادة في اليورين. ايه ده؟ ده انت بتشتغل وكأنك غدة. يبقى اول واحد الهارت، ده مثال. طيب عايزين مثال رقم اتنين برضو سهل جدا، نقول لك الليفر. الليفر والكيدني دايما الثنائيات دي مع بعض. ليه؟ الليفر بيبقى فيه هرمون ان اكتف. هتقول لي ايه ده؟ ايه هم الهرمون او ايه الحاجه الان اكتف؟ هدي لك مثال بسيط علشان نفهمه مع بعض. ادي الليفر بتاعنا المثلث اللي احنا كلنا عارفينه ده اهو. الليفر لما سألنا دكاترة البايو قالوا ان الليفر فيه 25 او اتش كولي كالسيفيرول، كولي سي وكالسيفيرول سي. نالهم ده ايه؟ قالوا ده العنصر او الجزء الغير نشط من فيتامين دي، جزء غير نشط. طب احنا عايزين فيتامين دي يبقى نشط عشان يشتغل وينظم كالسيوم هوميوستيزس، هنقولها بعدين. طب ينشط ازاي؟ فيروح ال 25 او اتش ده الى الكدني اهو، ده ان اكتف. وادي شكل الكدني بتاعتنا، هنشرحها بالتفاصيل في القناه. اروح للكلى، فالكلى تقول لي انا هنشط لك فيتامين دي. على فكره فيتامين دي يعتبر هرمون. طب ازاي؟ طب ازاي الكدني هتنشط؟ قال لك عادي، الكدني قالت الجزء النشط 125 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول. انا عشان ينشط ده محتاج احط الاو اتش في البوزيشن، في الوضع رقم واحد عشان يبقى فيتامين دي از اكتيفيتد. طب ما هو ده اللي انا عاوزه. الله، يعني الكدني بتشتغل كأنها غدة؟ وفيتامين دي يعتبر هرمون؟ ايه ده؟ معقولة فيتامين يا دكتور هرمون؟ ايوه. وهنقول الكلام ده النهاردة ازاي؟ عشان كده نقول لك الليفر يشتغل كأنه غدة. ده مش بس كده، ده الليفر كمان بيفرز لي حاجة تساعد هرمون النمو على شغله. يعني الليفر يفرز لي المادة دي سوماتو ميدين، وطبعا دي هنشرحها بالتفاصيل مع الجروس هرمون. ليه سموها سوماتو؟ ليه علاقة بالجسم، سوما البادي. طب وميدين لانه عامل زي الوسيط، ميدياتور. وسيط بين ايه؟ وسيط ما بين هرمون النمو نفسه وما بين العظم اللي هنشتغل عليه عشان نكبره. عشان تنمو لازم العظم بتاعك يكبر بالعرض وبالطول. الكلام ده هنقوله بالتفاصيل المملة مع الاكشنز اوف جروس هرمون. فيديو النهاردة احنا بنتكلم عن مقدم، يبقى رقم ثلاثة الكيدني. وعلى فكرة الكيدني ده بيبقى فيه الانزيم اللي بينشط الفيتامين دي. يعني انت عايز او اتش في البوزيشن واحد؟ قال لك قال لك طب ما هو الكيدني جواه 1 الفا هيدروكسيليز انزيم.
خلي بالك من الكلام المهم ده، فانا هنشط لك الفيتامين دي ويشتغل، ده مهم قوي. طيب دي رقم 3. رقم 4، ممكن اورجان يشتغل كأنه هرمون، خلي بالك يشتغل كأنه جلاند ويفرز الهرمون. اقول لك السكين. لو جينا بصينا على الفيتامين دي لما نيجي نشرحه فيما بعد، هاجي اقول لك المعلومة المهمة قوي، ان السكين بيفرز حاجة اسمها كالسيفيرول، وهو ده الفيتامين دي. طب ده انا عندي اورجان تاني، الجي اي تي. ده احنا لما جينا شرحنا في اخر فيديو في بلاي ليست الجي اي تي السنة اللي فاتت، قلت لك ان الجي اي تي بيطلع هرمونز، فاكر upper part of the small intestine، حتى سميناها عبود سل اهو، ال A P U D، وقلنا اختصارها قبل كده amine precursor uptake decarboxylation. طب ما هو ده بيطلع الجي اي تي هرمونز، لما اتكلمنا عن السكرتين كوليسيستو كاينين فازو اكتيف انتستاينال بيبتايد الفي اي بي، الجي اي بي جلوكوز ديبندنت انسولين ترافيك بيبتايد الى اخره، وقلنا ان الهرمونز دول عائلات لو نفتكر الكلام ده مع بعض. شوف كام اورجان، هارت واحد، ليفر اتنين، التالت كدني، الرابع سكين، الخامس الجي اي تي. طب انا اقول لك السادس، في غدة صغيرة اسمها بينيال جلاند، البينيال جلاند ده هيطلع حاجة اسمها ميلاتونين، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل بعدين. كل دول أمثلة إلى أعضاء اشتغلوا كأنهم غدد. لغاية دلوقتي في المقدمة قلنا عنوانين رئيسيين، الفرق بين الإكسوكراين اللي ليه ضغط والإندو اللي مالوش، اتكلمنا عن الجلانز الميجور بتوعنا واذر اورجانز يشتغلوا كانهم غدد. طيب نيجي بقى للعنوان التالت، انت بتتكلم عن هرمون، انا عايز الهرمون ده اصنفه. يعني انت لما تقول لي هرمونز دي كلمه عامه، يا ترى الهرمون ده بيقدر يعدي من الليبيد، يعني يدوب في الدهون ولا لا، ولا يقدر يبقى دايب في الميه اكتر، يعني هو دايب في الميه اكتر ولا دهون اكتر؟ طب ما ده جزء من التصنيف، ده في تصنيف تاني حسب الاستراكشر بتاعته، حسب تركيبته، وده مهم جدا. هتلاقي بقى دلوقتي هنبتدي نتكلم في الهرمونز كلام بايو كيمستري. دايما احنا كفسيولوجي والبايو لينا علاقة مباشرة ببعض، الكلام ده في غاية الأهمية ان احنا نبقى عارفينه. طيب فنيجي بقى للجزء ده، نتكلم عن الاستراكشر. هتلاقي ان الكلام بايو كيمستري احنا بنقوله ودكاترة البايو بيقولوا، بس الفكرة انا عايز استفيد من البايو بمعلومات مهمة جدا. ده رقم 3 بالنسبة لي، كلاسيفيكيشن. على فكرة التصنيف اللي هنقوله دلوقتي هيفيدني في الفيديو التاني، اندوكراين انترودكشن بارت 2. ليه؟ على اساس تركيب الهرمون اقدر اقول لك الميكانيزم اوف اكشن هيشتغل ازاي. طيب نبتدي الاول بالتصنيف حسب الكيمستري، الاستراكشر التركيبه بتاعته، ده التصنيف الاول بالنسبه لي. هقول لك ممكن يبقى الهرمون بتاعنا، بص بقى، بولي بيبتايد، ممكن يبقى بولي بيبتايد اهي، ده دي حاجه. ممكن يبقى تركيبته بروتينز اساسا، تمام. ممكن يبقى تركيبته جلايكو بروتينز، يعني بروتينز او جلايكو بروتين. ملاحظ ان انا مكبر البي قوي بالاحمر عشان اعرفك حاجه مهمه قوي، كل الهرمونز اللي بتركيبتهم بحرف البي، بوليبيبتايد او بروتينز او بروتينز جلايكو، يعني جلايكو بروتينز،
خلي بالك بيكونوا طالعين منين؟ طالعين من غدد. والمفاجأة إن الغدد دي بتكون أساسا تبدأ بحرف البي، عشان كده هنا الكاتشنج أي بقى، العين الحلوة اللي تاخد بالها. يعني ممكن يبقى بيتيوتري طالع من البيتيوتري جلاند. يعني عايز تقول لي يا دكتور كل الهرمونز اللي طالعة من البيتيوتري تركيبتها بوليبيبتايد بروتينز جلايكوبروتينز. احنا لسه قايلين عندنا انتيريور بيتيوتري 6 هرمونز، احنا لسه ما ذكرناهمش بس دي مقدمة، وبوستيريور بيتيوتري 2 هرمونز. طب تاني بي هو بارا سيرويد. خلي بالك، فاكر البارا سيرويد جلاند الغدد الصغيرة؟ اهي دي تركيبتها. ممكن يكون كمان، والتالت بالنسبة لنا هو البنكرياس. يبقى انا عندي 3 بيبتدوا بحرف البي، يبقى بولي بيبتايد بروتينز جلايكوبروتينز ككيمستري، يبقى دول طالعين من البيتيوتري باراثايرويد وبنكرياس. طيب تاني نقطة في الكيمستري مهمة قوي، ممكن يبقى الهرمون تركيبته ستيرويدز، وده مهم قوي. لو تركيبته ستيرويدز يبقى معناها الاصل بتاعه كوليستيرول. دكاترة البايو يقول لك كوليستيرول ديريفاتيفز، مشتقات الكوليستيرول، والكلام ده هنقوله لما نيجي نشرح الادرينال هرمونز. دايما الادرينال هرمونز اساسها كوليستيرول. ونقول لك كمان السكس هرمونز، فاكر لما قلت لك الادرينال كورتكس 3 مناطق؟ احد المناطق دي اسمها زونا ريتيكيولاريس، شبكه، ودي اللي بتطلع السكس هرمونز. الكلام ده كبايو يفرق معاك فيسيولوجي؟ طبعا، لما تعرف ان الاسترويد هرمون ده بيدوب في الدهون، الكلام ده يفرق معاك كتير. تقول لي طب يفرق ليه؟ ما هو اي سيل ليبيد باي لير، طالما انا بدوب في الدهون اقدر اعدي لوحدي. طب وما دام اعدي لوحدي يبقى الريسبتور بتاعي جوه مش على باب السل، مش على الاوتر سيرفيس. الكلام ده هيفرق معايا كتير جدا. خلي بالك ان مش بس الاستيرويدز هما السكس هرمونز، لا، ده انت عندك انواع اخرى بس هنقولها فيما بعد. نيجي للكيمستري التالت، ممكن يكون اساسك امينو اسيد. امينو اسيد ديريفاتيف بمعنى ايه؟ اقول لك مثلا التيروزين. التيروزين ده امينو اسيد كلنا عارفينه. التيروزين ده ممكن اكون منه ايه؟ كاتيكولامينز، الادرينالين والنور ادرينالين. الطالب اللي مذاكر في سنه اولى السينثيسيس اوف كاتيكولامينز يقول لك انا فاكر الكلام ده يا دكتور. كان تيروزين، فينايل الانين، دوبامين يتحول الى النور ادرينالين ثم ادرينالين. الكلام ده مهم. يعني انا اساسي تيروزين، وشرحتها مع اول فيديو في نيورو ترانسميتر في السي ان اس في السنسوري، خلي بالك. طيب وكمان التيروزين ممكن يكون لي سيرويد هرمونز. حتى لو تفتكر من التسمية انا قلت لك ايه، تي 3 وتي 4، بص تراي، بص اهي ايودو تيروزين او سيرونين. يعني اذا التيروزين هو المنشأ. وهتلاحظ معايا حاجة جميلة جدا من ربنا، ان المنشأ واحد للتو هرمونز دول. وايه رأيك ان التو هرمونز دول ليهم علاقة في الاكشن مع بعض؟ الكلام ده هنكمله الفيديو اللي جاي. عايزك تفتكر من انترودكشن بارت 1 المعلومة دي، ان احنا اصلنا واحد
والاصل الكيمستري ده بيساعدنا فيسيولوجيكال بعدين، ده مهم جدا. دول الكيمستري بالنسبه للهرمونز بصفه عامه. بس انا عايزك تاخد بالك من معلومه مهمه، ان اي هرمون تركيبته بروتين بيحتوي على جزء اكتف وجزء ان اكتف، ده مهم قوي. واحنا بنحاول نفصل الجزء الغير نشط عن الجزء النشط. هتقول لي ايه ده؟ يعني ايه هرمون نشط او هرمون غير نشط؟ هقول لك. هرمون نشط معناها كلمة فري. تقول لي فري يعني حر، وحر معناه انه دايب لوحده، سوليبل. خلي بالك ده الفري ده هو الاكتف، هو النشيط الفري. طب لما انا اكون ماسك في بلازما بروتين، دايما في نقل الهرمون هنشرحها النهارده، هرمون يتنقل ازاي؟ يا ترى حر ولا ماسك في حاجه؟ وكل حاجه وليها اهميتها. لو انت فري تقدر تشتغل على ريسبتور في سل معينه، في اورجان معينه بسهوله. طول ما انت ماسك في بروتين انت مش حر. فنقول عليها ايه بقى؟ باوند هرمون. كلمة باوند يعني متصل، انا ماسك في بلازما بروتين. في الفيديوهات اللي جاية حاجة اقول لك الهرمون الفلاني ماسك فين، تقول لي البيومين، طب ما ده بلازما بروتين، او تقول لي جلوبيولين، ما هو ده برضو بلازما بروتين اخر. يعني اذا يا اما انا حر يا اما انا ماسك. طب يا دكتور الحر هيشتغل، طب والماسك ده فايدته ايه؟ الماسك فايدته عشان ما ينزلش في اليورين بسهولة. الهرمون حجمه صغير، موليكولار ويت صغير، احنا مش عاوزين نفقده، مش عاوزين. فما دام انت مش عايز تفقده وينزل في اليورين، مسكه في بلازما بروتين لها موليكولار ويت كبير، فبالتالي هيفضل ماسك في الهرمون ده، فالهرمون يبقى في حماية، ممنوع فقدانك في اليورين. فدايما نقول ان الباوند يبقى ان اكتف غير نشط. شوف كل حاجة ولها اهميتها، عشان كده انا بقول لك فكرة الفري والباوند. وهنعرف بقى لما نيجي نتكلم في كل غدة بعد المقدمة يا ترى الهرمون ده فري كام في المية؟ الحاجات دي مهمة قوي. ولو هو باوند، باوند الانهي بروتين هيفرق معانا كلام ده كتير بعدين. طب في حاجة تانية في الكلاسيفيكيشن، انا ممكن اصنفك حسب السوليوبيليتي الذوبان، وده مهم قوي. يعني ايه؟ هرمون يدوب في الليبيد، تقول لي ستيرويد. الاسترويد بيدوب في الدهون، بيحبها، عشان كده تيجي نسمي الاسترويد بقى كلمة مهمة، لايبو فيليك. خلي بالك من التسميات دي، كلمة فيليك يعني لافر، يعني محب، محب يعني بيدوب، سوليبل في الدهون، لايبو دهون. انا مهم قوي، وقلت لك ان النقطة دي تفرق معايا ان انا افهم الميكانيزم اوف اكشن الفيديو اللي جاي. طيب ده انا لايبوفيلك. طب لو انا ما اقدرش اعدي من الليبيد باي لاير اللي في السيل ممبرين، امال انا بدوب في ايه؟ لا ده انا بدوب في الميه. بدوب في الميه يبقى زي الكاتيكولامينز. الكاتيكولامينز على فكره يدوب في الميه. تقول لي الله، طب والثيرويد هرمون؟ لا يدوب في الليبيد، على الرغم ان ليهم منشأ واحد. ايوه، ما هو مش معنى ان لينا اوريجين واحد نبقى احنا متطابقين تماما في الميكانيزم اوف اكشن، لا، ممكن نتشابه في حاجه ونختلف في حاجه، ودي مهمه جدا كملاحظه. عشان كده الكاتيكولامين نيجي نقول عنه كلمه بقى مهمه قوي، ان هو هيدروفيليك. هيدرو معناها مائي، انا بدوب في الميه. طب ودي تفرق معايا في الاكشن؟ اه، طالما انت ما بتعديش الليبيد يبقى الريسبتور بتاعك فين؟ ما
ما هو أي هرمون عشان يشتغل محتاج إلى مستقبل، يبقى الريسبتور بتاعه بره. يعني بمعنى إيه؟ بص معايا، دي السيل أهي، المربع الصغير ده السيل. أنت لو جينا عملنا بالأحمر ده الريسبتور أهو اللي أنا هظلله، ده الريسبتور، ده المستقبل بتاعك اللي هو الآر، الريسبتور بتاعك. الريسبتور يبقى من بره عشان يجي الهرمون يمسك هنا، يجي يمسك في الريسبتور من بره. انا ما عنديش القدره ان انا اعدي الباب وادخل لوحدي، ما اقدرش، فانا لازم يبقى الريسبتور من بره. ده مين؟ ده التاتيكولامين اللي هو هيدروفيلك. طب نيجي للثيرويد هرمون، يقول لك لا انا لايبو فيلك، انا زي الاستيرويدز هرمون، فالريسبتور بتاعه فين؟ بالعكس، يبقى جوه السل. شوف شوف هنا المعلومة البايوكيمستري البسيطة اللي بتتقال النهاردة كمقدمة ايه علاقتها بالشرح. طب في معلومة لازم نعرفها مهمة قوي، ان الهرمونز بتطلع بكميات صغيرة. يعني احنا متعودين كمية صغيرة اقول لك ايه ميلي جرام، لا ده الهرمون بيطلع بحاجة اسمها مايكرو جرام، اليو اللي نازل منها الخط ده المايكرو جرام. وخلي بالك بيولوجيكالي بيبقى اكتف. هتقول لي ايه ده؟ طب ليه بيبقى بيولوجيكالي اكتف؟ لان بيبقى فيه سلسلة من التفاعلات. هرمون ماسك فيه ريسبتور، طب ما هو بيبقى فيه كيميكال رياكشنز هتحصل جوه السل، هنقولها بالتفاصيل الفيديو اللي جاي. كيميكال رياكشنز كل ما تزيد كأنك انت داخل في سلسلة متوالية من التفاعلات، هسميها كاسكيد. وكلمة كاسكيد المقصود بيها الشلال. هتقول الكلمة دي انا سمعتها قبل كده مع الكلوتينج باسوي، كلوتينج فاكتورز تشغل بعض. برضو اي تفاعلات هتشتغل بشكل سيرز متتالي، انا شغلك وانت تشغل اللي بعدك وهكذا، اسمها كاسكيد. ده مهم قوي. يعني اول رياكشن يطلع اند برودكت، والاند برودكت يزيد ويشتغل، ده التفاعلات. حاجة تانية انا عايز اجي اقول لك عليها بالنسبة للهرمون نفسه، كمية صغيرة منه بتتخزن في الغدة. كمية صغيرة تتخزن في حاجة. خلي بالك افراز الهرمون مش ثابت. يعني ايه؟ في بعض الهرمونز تتفرز الصبح اكتر، وهرمونز تانية تتفرز بالليل اكتر، ليها علاقة بدورة الليل والنهار. الكلام ده هنقوله الفيديو اللي جاي. يعني اقول لك حاجة، مثال بسيط، انت رايح الكلية الصبح، في ستريس، في قلق، في امتحان، هجيب درجات قد ايه، هتعين ولا لا، كل ده قلق لو انت طالب طموح. طب ما هو القلق ده انا محتاج لسورس اوف انرجي، محتاج اكسر الفات مثلا الى فاتي اسيد، محتاج. طيب مين الهرمون اللي يتفرز؟ كورتيزول، يتفرز الصبح اكتر. طب انا لو شغلي بالليل، مضيف طيران، مضيفة جوية، ممرضة، قبطان، ايا كان، يبقى انا محتاج الكورتيزول يتفرز بالليل اكتر. حسب التوتر بتاعك، ضغط العمل اكتر الصبح او بالليل حسب وظيفتك. فالكلمة المهمة بقى اللي هتتقال كلمة دي، سيركاديان ريزم. سيركاديان جاي حتى من كلمة سيركل، الدورة. ولو تفتكر سيركاديان ريزم ذكرناها مع الهاير برين فانكشن لما قلنا الهايبوثالاموس، فاكر؟ فيه المنبه بتاع الصحيان والنوم، سوبرا كيازماتيك نيوكليس. اهو الهايبوثالاميك نيوكليس المنبه. طب ما انا عندي برضو حاجة شبيهة ليه في الاندوكراين فانكشن، في منبه زي جرس انذار، يلا يا هرمون
كورتيزول اطلع الصبح اكتر او بالليل اكتر حسب مواعيد الشغل. هرمون النمو مثلا الجراس هرمون، لا يقولك يتفرز 10 بالليل. عشان كده دايما ننصح الاطفال الصغيرين نقول له نام، نام بدري، ولو ان محدش بيسمع الكلام اللي هو مش فاهمين فيسيولوجي. لازم 10 على طول، 10 بالليل، 10 بي ام يطلع هرمون النمو. فده ليه علاقه بسيركاديان، او في كلمه خدناها قبل كده دا يورنال فلكتويشن. كلمه دا يورنال ماشيه بدوره الليل والنهار، دا يورنال. وليه قلنا كلمه فلكتويشن؟ لان هناك تارجح في افراز الهرمون، يتفرز فلكتويتنج، يتفرز اكتر الصبح ولا يتفرز اكتر بالليل. كل دول كاركترز مهم قوي. الفيديو اللي جاي هعرفك علاقة الهرمونز ببعض، ده مهم قوي. يعني انت بتقولي كاتيكولامين وثيرويد ليهم اوريجين واحد، طب ايه رأيك بقى ان هم بيشجعوا بعض، وهنعرف مين يشجع التاني، حتة الانتر اكشن، علاقة الهرمونز ببعض. كده احنا قلنا تلات عناوين حتى الان، الفرق بين الاكسوكراين والاندوكراين، العنوان التاني الميجور جلانز والاورجنز اللي شغاله كغدد، عنوان التالت التصنيف حسب الكيمستري والسوليوبيليتي بالنسبه لنا، وقلنا فكره بسيطه عن الكاركترز اوف هرمون سيكريشن، فكره بسيطه. العنوان الرابع بتاعنا، يا ترى الهرمون ده بيوصل لنا ازاي؟ ازاي بنعمل له ديليفري؟ ازاي بننقله؟ زي الديليفري اللي بيجي من المطعم ليك في البيت، النقل للمنازل، طب ازاي ننقله؟ عشان اعرف ازاي انقله؟ لا، ده انا عندي اربع طرق مختلفة. اربع طرق لفكرة النقل. مود اوف هرمون ديليفري. ده خلي بالك الكلام ده مهم جدا، بيجي في الام سي كيو ولازم تكون انت عارفه كويس قوي. ده العنوان الرابع. طيب العنوان ده هنحط تحتيه اربع رسومات علشان نقدر نشرح لك ازاي الهرمون بيتنقل. حتى هي صدفة، رابع نقطة باربع رسومات او اربع افكار. اول حاجة هنرسم مع بعض سل، مربع ده سل عادي. السل دي طلعت مادة معينة، تمام، حصل سكريش، طلعنا مادة، طلعنا مادة البروستاجلاندنز. طبعا سمعتوا عنها في البيوكيمستري قبل كده، بروستاجلاندنز وانواعها، في بروستاجلاندن نقول لك الاي والاي، حاجات دي بروستاسايكلين. البروستاجلاندن اللي بيتفرز من السل دي بص يعمل ايه؟ يرجع تاني افكت نفس السل. يعني السهم الاسود انا بفرزك، والسهم الاحمر هو الافكت، انت بترجع تشتغل تاني على المكان اللي طلعك. ايه ده؟ يعني انا شغلي دلوقتي ذاتي ولا لا؟ تقول لي ذاتي، انا اسمي اوتو كراين، انا اشتغلت على نفس المكان اللي بيفرزني اللي بيطلعني، حتى اوتو والكلمة المهمة نعملها بالاحمر، تمام. دي النقطة الاولى. طيب تعالى بقى نقول بقى مثال تاني، حصل انجوري لسل، حصل التهاب معين زي الرجي مثلا، حساسية. دايما في الالرجي بيطلع الهستامين، تقول لي ماشي ما دي احنا عارفينها. الهستامين بقى ما يأثرش على المكان اللي هو خرج منه، لا، يأثر على السيلز المجاورة، حتى نسميها كلمة ايه؟ نيبارينج سيل. بص بقى تاني رسمة، المربع ده هو اللي حصل له الالرجي او الحساسية فطلع الهستامين، كلنا عارفين الهستامين وحتى ذاكرناها مع الوايت بلاد سيلز قبل كده. طيب الهستامين ده بقى يأثر في مين؟ بص معايا، هاجي انقط لك السيلز
اللي على الجنب، الجيران، ده الجار ناحية اليمين وده الجار اللي أنا برسمه ناحية الشمال، دول اسمهم نيبرينج الجيران. فيجي الهستامين يعمل إيه؟ يعمل الأفكشن بقى الأحمر على جيرانه. يعني إيه أثر على جيرانه؟ قال لك عادي أنا عايز أعمل فازو دايلاتيشن، عايز أوسع الكابيلاري. طب ليه؟ ليه توسع الكابيلاري؟ فاكر لما شرحنا في الوايت بلاد سيلز انا عايز الكابيلاري دي تبقى واسعه عشان النيوتروفيل يعدي من خلالها ويوصل للتيشو اللي فيها الانفكشن. حتى لما جينا شرحناها قبل كده قلنا جمله جميله جدا، قلنا لو في انفكشن معين النيوتروفيل يلزق في الوول اوف كابيلاري، فاكر مارجينيشن، مارجن الهامش، ثم يمد بقى الاقدام الكاذبه بتاعته السودوبوديا، وقلنا سميناها دايا بيدي سيز، المرور من خلال الفتحات لان الفتحات ضيقه بتاعت الكابيلاري، وانا ما عنديش غير كابيلاري عدي من خلالها لان ده المكان الوحيد اللي بيحصل فيه تبادل مع الانسجه، والانسجه فيها بكتيريا، فلازم اوسع الكابيلاري الضيق، ثم بعد كده افرز ماده كيميائيه معينه علشان اتراكت البكتيريا، البكتيريا بتفرزها عشان انا كنيوتروفيل اروح لها كيموتاكسس، خطوات الفيجوسايتوزيس. يبقى الهيستامين طلع من مكان فيه الرجي، حساسيه او اصابه، مش علشان ياثر على نفسه ويرجع تاني زي البروستاجلاندنز، لكن عشان ياثر على اللي حواليه. طب دي اسميها ايه؟ دي بقى رقم اتنين، انت اثرت على السيلز الموازية ليك. قالوا طب ما تيجي نسميها بارا، وبارا يعني موازي، كراين، بارا كراين. خلي بالك دي بقى الطرق اوف كوميونيكيشن. ان ساعات في امتحان الفسيولوجي نقول لك ايه الرولز او الميثودز of communication between cells، الاتصال بين الخلايا وبعض. طب ما ده وسيلة اتصال، اوتوكراين أأثر على نفسي أو باراكراين هيستامين. طب تعالى نشوف المثال التالت، ممكن نيرف يطلع هرمون. ايه ده؟ معقولة؟ نيرف يخزن هرمون. فاكر لما قلت لك البوستيريور بيتيوتري ليها تو هرمونز، هي بتكون مخزنة هرمونين، مخزناهم، بس الهرمونات اللي هي مخزناهم بيكونوا متصنعين أساسا في الهايبو سالامس. فتعال نرسم الرسمة دي، نيرف اهو عادي، والنيرف ده بيطلع، ادي الأكسون بتاعتنا وادي النهايات بتاعت النيرف. النيرف بيكون مخزن انتي دايوريتك هرمون، اول حرف من كل كلمة، انتي يعني ضد، دايوريتك مدر للبول، انا ضد اضرار البول، عايز احافظ على المية في الجسم. فالاي دي اتش انتي دايوريتك ده بيكون طالع من ايه؟ طالع من نيرف، طالع من عصب معين. كلام ده مهم، اقول لك نيورو. طيب عشان يأثر على مين؟ خلي بالك الادي اي دي اتش بيشتغل على الكلى. هتقول لي الله طب ما الكلام ده احنا عارفينه انه هيأثر، بيأثر على الكدني ليه؟ يحافظ على امتصاص الميه، يقول لي الووتر لا انا هرجعك بنسبه معينه الى الدم، ما ينفعش تنزلي في اليورين. فبالتالي خلي بالك من الكلام ده، مهم قوي. يعني انا طالع من نيرف عشان اثر على مين؟ على الكلى، ادي رمز للكدني، عايز ازود الووتر ري ابزوربشن. الكلام ده مهم جدا وهنشرحه بالتفاصيل بعدين. ليه الاي دي اتش؟ ما هو لازم يمسك في ريسبتور. طب يا ترى الريسبتور بره ولا جوه؟
هنعرف انه بره. ايه ده؟ الريسبتور بره اللي يمسك فيه الاي دي اتش، يبقى اكيد الاي دي اتش ده ايه؟ هيدرو فيلك. عشان نجيب من الاخر، كل الهرمونز هيدرو فيلك ما عدا الثيرويد هرمون والستيرويدز هرمونز اللي هم الادرينال جلاند هرمونز، لا دول استيرويد، فدول لايبو فيلك. فدي احد طرق الهرمون ديليفري، ازاي الاي دي اتش اتنقل من العصب الى واشتغل على الكدني. ما بيشتغلش على كدني بس، على كدني وفيسلز حاجات كتير. طب نيجي نقول بقى رقم 4، ممكن الهرمون يكون طالع اساسا من الغده، او طالع من مثلا ايلتس جزر، طالع من خلايا. اول ما اقول ايلتس تقول انا فهمت قصدك على انسولين رقم 4. رقم 4 قصدك على الانسولين. الانسولين بيكون طالع من البيتا سيلز اوف لانجر هانز بتاعه البنكرياس. اهو يعني لو جينا رسمنا وقلنا ان ده البنكرياس، تمام اهو، ونعمل المنظر ده، ادي الانسولين بيكون متخزن في فيسيكلز اللي هي الدايره الزرقاء، والاحمر ده الانسولين. فانا هعمل له اكسو سيتوزس، اخرج الانسولين كده. طب الانسولين طالع منين؟ طالع من الغده نفسها. يبقى طريقه نقل الانسولين اساسا اندوكراين. اندوكراين، خلي بالك من الكلام ده. هنا بقى نيورو اندوكراين. ليه؟ لان انت طالع من نيرف عشان تأثر على الكدني. طب ما هو الكدني تشتغل كأنها غدة، فنقول نيورو اندوكراين. ده احنا نيجي الفيديو اللي جاي بقى نقول لك يعني ايه نيورو اندوكراين ريفليكس. انا عندي 4 طرق من النقل، يا اوتوكراين يا باراكراين يا نيورو اندوكراين يا اما اندوكراين. طيب نيجي بعد كده للنقطة الخامسة، ودي نقطة مهمة جدا، تصنيع الهرمون وتخزينه وإفرازه. خلي بالك بقى من الكلام ده، الكلام اللي هنقوله دلوقتي كلام في غاية الأهمية. يعني إيه؟ أنا لازم أعرف على سبيل المثال البروتين والبيبتايدز دول اللي انا اتكلمت عليهم، دول بيتصنعوا على ايه؟ هتقول لي مش فاهم، يعني ايه بيتصنعوا على ايه؟ يعني انا قصدي جوه السل انت عندك حاجه اسمها اندوبلازميك ريتيكولم، وعندك جولجي اباريتس. تقول لي ايه ده؟ حضرتك رجعتني للسل استراكشر سنه اولى. طب ده مهم في ايه؟ هقول لك مهم في ايه، وهنيجي نرسمه دلوقتي مع بعض. فايدة الرسمة علشان تقدر تتخيل الأحداث. فنمسح الجزء ده بتاع الكلاسيفيكيشن، ونحط مكانه السنسزس والستورج والسكريشن. لاحظ معايا ان كل عنوان بيؤدي للي بعده. ما انت لو عرفت الهرمون بيتركب ازاي بيتنقل ازاي، لا ده انت لازم تسألني هو احنا بنصنعه ازاي، وبعد ما نصنعه طب نخزنه فين، وبعد ما نخزنه نخرجه ازاي. يبقى ده النقطة رقم 5. احنا اتفقنا هنتكلم النهاردة على 6 نقاط في مقدمة الاندوكراين. طيب النقطة بتاعتنا دلوقتي، هنتخيل ان دي السل بالنسبة لي، اهي دي السيلز، ونيجي بقى نرسم اللي احنا عايزينه جواها، ونيجي نقول مثلا بالازرق اهو الحاجات دي. طبعا ده انا عايز اتكلم على اندو بلازميك ريتيكولم. طبعا هتقول لي طب حضرتك قصدك بقى السموس ولا الرف؟ لا ده انا هتكلم عن الرف. فاعمل حاجات كده زي بروز سودا موجودة هنا عليه. خلي بالك ان الكلام ده طبعا انت مش مطالب في الامتحان برسم، بس انا عشان يبقى
الفيديو موضح لكل الطلب. طب نبتدي بقى كلامنا. البروتين والبيبتايدز بيتصنعوا على الرف اندوبلازميك ريتيكولم. يعني انت هنا بتتكلم عن رف ER اللي هو الاندوبلازميك ريتيكولم. فانا هنا في الحتة دي انا هصنع بروتين وبيبتايدز اهو، ونكتب عليهم بروتين وبيبتايد يتصنعوا على الحتة دي. طب حلو، طب ننقلهم بقى ازاي؟ قال لك هما بيتصنعوا في البداية كبروتينز كبيرة. يعني في البداية بقول عليهم كلمة مهمة اسمها ايه؟ بص، بري، يعني بري معناها قبل، خلي بالك، بري، برو هرمونز اهو، برو برضو معناها قبل، بري برو هرمون، ده في البداية خالص. بعد كده يتكسروا، بدل ما يبقى بري لا يبقى برو هرمون، يتكسروا في الاندوبلازميك ريتيكولم، خلي بالك. طيب وبعد ما يتكسروا في الاندوبلازميك ريتيكولم يقول لك احنا عايزين نعملهم حاجة اسمها باكج. عارف باكج؟ عارف زي فكرة التغليف او التعبئة اهي. انا عايز اخليهم في المنظر ده. المنظر اللي انا عملته بالاحمر هو الجولجي اباريتس، يعني انت بتغلفهم في الحتة دي، خلي بالك لان الكلمة دي مهمة قوي. يعني انا صنعتك على الرف اندوبلازميك ريتيكولم، ثم جيت عند الجولجي اباريتس وعملت فكرة الباكج. زي اي مصنع يقول لك لازم يبقى فيه التغليف، عايزين نعبي المنتج، تغليف والتعبئة. طيب يبقى ده الكلام الاساسي بالنسبة لي. طب في نقطة بقى مهمة جدا، ان انت بالطريقة دي انت خزنتها في شكل فيسيكلز، حويصلات. طيب ايه رأيك انه الانزيمز اللي فيه الفيسيكل هتكسر البرو هرمون، ما بقاش بري بقى، بقى برو، الى سمولر هرمونز، هرمونات اصغر، بس هتبقى بيولوجيكالي اكتف، هتبقى انشط. طب سؤال، والفيسيكلز دي تتخزن فين؟ في السيتوبلازم. فين بقى الفيسيكلز يا دكتور؟ اهم الدوائر الزرقاء هم الفيسيكلز بتاعتي، يعني هم هيتخزنوا في السيتوبلازم. يعني يا دكتور العنوان الخامس اللي انت بتتكلم عليه انت بتقول لي سينسيسس، جاوبناه راف اندوبلازميك ريتيكولم، وتقول لي بعد كده ستورج يتخزن فين؟ في فيسيكلز. بس قبل ما تخزن عملنا له باكج في الجولجي اباريتس. طب ده الاساس بالنسبه لي. خلي بالك اني بيبقوا باوند للسيل ممبرين، يعني الفيسيكلز دي بتبقى ماسكه في غشاء الخليه حتى يحدث السكريشن. السكريتوري فيسيكلز دي تلحم في السيل ممبرين هنا، تعمل له فيوجن، وده مهم جدا، تلحم فيه معاك. طب وبعد ما تلحم بيحصل ايه؟ بحصل اكسوسايتوزيس، لازم نخرجه لبره. يعني احنا بنعمل فكره الفيوجن ثم الاكسو الخارجي، تعال نخرج الهرمون اللي كان متخزن من جوه الى بره. في معلومة مهمة لازم نكون عارفينها، في حالات كتيرة جدا الاستيمولاي اوف اكسوسايتوزيس بيبقى ايه؟ هو الكالسيوم. في حالات كثيرة جدا ان الكالسيوم هو اساس الاكسوسايتوزيس، وده بيعمل دي بولاريزيشن للبلازما ممبرين. بس حالات تانية لا، انت بتشغل سيل ريسبتور، والسيل ريسبتور ده حاجة هنا سكند ماسنجر، في ماسنجر هيبقى جوه السيل هو اللي يساعد على السكريشن. يعني انا عايز اقول معلومة في غاية الاهمية لازم نكون عارفينها، انت قدامك كذا طريقة للسكريشن، يا اما كالسيوم
بيساعد الفيسيكلز دي تمسك في الممبرين والفيسيكل تفرقع وتخرج الهرمون، يا اما في رسول كيميائي جوه السيل. خلي بالك الكلام ده اساسي، انا اتكلمت على البروتين والبيبتايدز، ده اساسي طبعا. هتقول لي طب يا دكتور وبالنسبه بقى للايبوفيليك هرمونز، يعني بروتين وبيبتايدز، ده انت بتكلمني عن مين؟ عن هيدروفيليك. طب لو لايبوفيليك يحصل ايه؟ قال لك لو لايبوفيليك الهرمون بيتصنع ويتخزن جوه الغده، وبيتخزن في فوليكلز كبيره جدا، وعشان يحصل سكريشن انت لازم تعمل حاجه اسمها سبليتنج. يعني ايه؟ يعني الثيرويد هرمون اساسه تيروزين، فلازم الامينز دي تبقى سبليت، تتشق من الجلوبيولين اللي جوه الغده، وبعد كده الفري هرمون يبقى حر في الدم، وبعد ما يدخل في الدم يمسك في بلازما بروتين. يعني ليها تركيبه معينه لازم نبقى عارفينها، عشان كده احنا بنركز على النقاط دي، ودي تفرق معاك في المقدمه كام سي كيو، ان انت صنعتها على الرف اندوبلازميك ريتيكول، عملت باكج في الجولجي اباريتس، كانت بري برو هرمون دخلت الجولجي بقت برو هرمون، الفيسيكلز فيها انزيمز والانزيمز تكسر البرو هرمون الى بيولوجيكال اكتيف هرمون، والكالسيوم ليه دور في الاكسو سايتوزس، انا عايز اخرج الهرمون اللي احنا صنعناه وغلفناه وخزناه، عايز اخرجه بره، ولازم يبقى فري عشان يشتغل، ولو ماسك في بروتين برضو ليها اهمية كبيرة. طيب ده السنسز ستورج والسكريشن اللي احنا اتكلمنا عليها، كلام ده لازم نكون واخدين بالنا منه كويس قوي. طيب عايز اقول بقى النقطة الستة والاخيرة في فيديو المقدمة، بنتكلم عن الترانسبورت، النقل. ما هو احنا الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن، فلازم نكون جاهزين بكل هذه المعلومات. طيب انا بقى هنقلك ازاي؟ عايزك تبقى عارف حاجة، لما نقول ترانسبورت للهرمون لازم الكلام يبقى محدد. دكتور انت بتتكلم عن ووتر سوليبل ولا ليبيد سوليبل؟ لو ووتر سوليبل زي بيبتايدز وكاتيكولامينز دي دايبة في البلازما، دي بتتنقل من المكان اللي تتصنع فيه الى التيشو اللي هتشتغل عليه، يقول لك من المصنع للمستهلك، عشان كده التيشو اللي نشتغل عليه قال لك تعالى نسميه اسم تارجت تيشو. عارف يعني تارجت؟ هو المكان اللي انا رايح له، الجهة المقصودة اسمها تارجت تيشو. طب لو انا ستيرويد هرمون حلف في الدم عادي ماسك في بلازما بروتين، على فكرة عايز اقول لك حاجة، عادة اقل من 10% من الاستيرويد او الثيرويد هرمون في البلازما بتبقى حر، ده عادة، ودايما انا ماسك ك 90% في بروتين، مش هبقى اكتف غير لما انفصل، يحصل ديسوشيشن، انفصل عن البلازما بروتين. وعايز اقول حاجة، مسكتي في البروتين دي تخليها ريزرفوار، مخزن. يعني انا ماسك في البلازما بروتين ليه؟ افرض الفري هرمونز تركيزها قل، طب ما هو التركيز بتاع الفري هرمون قل، طب ما انا عايز يبقى فيه خزين، حاجه تعوضني. وخلي بالك ان دايما المسكه دي تخليه ما ينزلش في اليورين زي ما قلنا، عشان كده الترانسبورت لازم نتكلم عن العنوانين دول، هو انت هيدرو
فيليك ولا انت لايبو؟ فيليك. لو انت هايدرو يلا روح للتارجت تيشو مباشرة. لو انت لايبو 90% منك ماسك في بلازما بروتين و10% منك فري. زي ما احنا قلنا في نهاية هذا الفيديو اتكلمنا عن نقاط رئيسية، 6 نقاط. النقطة الأولى الفرق بين الاندوكراين والاكسوكراين، النقطة الثانية الميجور جلانز كفكرة عامة والأورجنز اللي بتشتغل كغدد، النقطة الثالثة تصنيف الهرمونز من حيث الكيمستري بروتين والبوليبيبتايدز بحرف البي طالع من 3 بي، بيتيوتري بانكرياس باراثايرويد. لو تركيبتك استيرويد او كوليسترول ديريفاتيف تبقى انت سكس هرمونز بشكل كبير، وامينو اسيد ديريفاتيف تيروزين هو منشا لكاتيكولامين وثايرويد، وهنشوف العلاقه ما بينهم الفيديو القادم. قلنا فكره عامه عن الكاركترز اوف هرمون بيولوجيكالي اكتيف مايكروجرام، يعني فري، يعني باوند، يعني ايه سيركاديان ريزم، وبرضو اتكلمنا عن الاستورج. اتكلمنا في النقطة الرابعة طرق نقل الهرمون، 4 طرق باينة على البورد. اوتوكراين تطلع من مكان وتأثر على نفسك بروستاجلاندين، تطلع من سيل بس تأثر على النيبرينج سيلز تبقى باراكراين مثال هستامين. التالتة نيورو تبقى متخزن في العصب وتأثر على الغدد نيورو اندوكراين، او طالع من غدة نفسها اندوكراين جلاند زي البنكرياس ويحصل لك اكسو سيتوزيس مثال الانسولين، وهنعرف ازاي الانسولين بيحصل له اكسو سيتوزيس فيما بعد. يتصنع ويتخزن ويتفرز الهرمون، دايما لما تتكلم لازم تطلع عنوانين رئيسيين، هو انا هيدروفيلك ولا لايبوفيلك. لو انا هيدروفيلك يبقى هتصنع على الرف اندوبلازميك ريتيكولم المنظر الازرق ده كبري برو هرمون، ثم اتخزن واتغلف في الجولجي اباريتس اهو، ثم الانزيمز اللي في الفيسيكل تكسرني من برو هرمون لبيولوجيكالي اكتيف، يحصل لي اكسو سيتوزيس يا اما بكالسيوم يا بسكند ماسنجر، هنقوله الفيديو اللي جاي. لو انا بقى لايبوفيليك هرمون قلنا بيتصنع ويتخزن جوه الغده، طريقه النقل لو انت هيدروفيليك معظمك بيبقى فري بتشتغل على التارجت تيشو مباشره، لكن لو انت لايبوفيليك لا 90% منك ماسك في بلازما بروتين كريزيرفوار يعوض الفري كونسنتريشن بتاع الهرمون لو قل ويمنع فقدانه في اليورين. الفيديو القادم ان شاء الله هو اندوكراين انترودكشن بارت 2، هنتكلم عن ازاي الهرمون بيشتغل سواء هيدروفيلك او لايبوفيلك، نتكلم عن الريسبتورز امتى نزود عددها وامتى نقلل عددها، علاقة الهرمونز ببعض انتر اكشن ازاي يزودوا شغل بعض وامتى يوقفوا شغل بعض، ده مهم قوي. هنتكلم عن الكنترول اوف الاندوكراين هرمونز ازاي بيحصل تحكم في الافراز من اول الهايبوثالاموس، طبعا نتكلم عن الديس اوردرز الخلل امتى افراز الهرمون يزيد الاسباب وامتى يقل وايه هي الاسباب ان شاء الله. تابعوني، كان معاكم دكتور محمد فايز.